مبارك لمحامين ومحاميات هيئة المحامين العتيدة بطنجة، نساء ورجالا، نقباء وقيادمة وشباب، معلنين بصوت واحد شجبهم وسخطهم على ما شاهدته الساحة المهنية حاليا، وذلك نتيجة تصريحات وبل وقرارات منفردة صادرة عن السيد وزير العدل دون استشارة جمعية هيئات المحامين بالمغرب في الأمر، خاصة وهذه القرارات تمس صلب الممارسة المهنية التي دأب عليها سائر الوزراء، وزراء العدل السابقين، على استشارة هيئة المحامين بالمغرب في كل صغيرة وكبيرة. هذا الجمع اللي كتشوفوا اليوم الموحد والذي يقول بصوت واحد لا لهذه القرارات غير المشروعة وغير المقبولة والتي تهم محاولة إنزال طريقة أداء ضرائب المحامي، والثانية تصريب مسودة قانون المهنة في غيبة عن المهتمين الأوائل بها، ألا وهم ممثل وألا وهم في شخص ممثلهم القانوني جمعية هيئات المحامين بالمغرب وسائر التنظيمات المهنية. هذه الوقفة الاحتجاجية كرد فعل للقرارات الانفرادية لوزارة العدل فيما يتعلق بمسودة قانون المهنة المصربة، وكذلك فيما يتعلق أيضا كذلك قانون المالية لسنة 2003 من فرض ضرائب غير دستورية على المحامون، وبالرغم من الاجتماع الأخير الذي تم فيه حضور رئيس الجمعية وكذلك بعض النقباء، إلا أنه مع الأسف لم يعرف طريقه إلى الحل. نحن اليوم إذ نعبر عن رفضنا الشامل لمثل هذه الممارسات، لمثل هذه التصرفات التي تمس هيئتنا العتيدة ونحن وتجعلها غير معنية، وليس هناك أي مقاربة تشاركية، لأن مع الأسف القرارات كانت انفرادية، فحتى فيما يتعلق بقانونها الأساسي. فنحن اليوم هيئة المحامون نعبر عن احتجاجنا، لأننا يجب أن نكون دائما طرفا فاعلا ومؤثرا. وشكرا.